شوف جرف الصخر والعوجة واضحة وضوح الشمس. أيه. يعني بيها جهات سياسية تقول لك احنا ما نقبل رجع هاي الاهالي هذه المناطق بالعلن تحشيها، ما مستحيل من شيء تقول لك احنا هذه المناطق تسبب علينا تهديد واحنا ما نرجعهم. يعني لا التزموا بالمنهاج الوزاري، لا التزموا بالوعودات اللي اطلقها السيد رئيس الوزراء، لا التزموا بالتوافق السياسي والاتفاقات اللي حصلت. يقول لك هذه هذه الناس ما ترجع لهذه الارض. بالضبط يعني اللي قاعد يصير بالعراق، احنا عندنا البعض يرفع لواء تحرير القدس واحنا عندنا عراقيين بيوتهم مكتسبه لسبب ما حد يعرفه، لا هم دواعش وذابيهم بالسجن، ولا هم ناس عليهم اشكالات امنيه ويعني القوات الامنيه متخذه الاجراءات القانونيه بحقهم، ناس مجرد انه هاي المناطق المفروض ما تعود لها. ليش؟ لان اكو قرار من بعض الجهات السياسيه اللي تمتلك وفاء المسلحة تمنع الأهالي من العودة إلى هذه. بمعنى أقدر أربط الموضوعين ببعض لو صعب المقاربة بين الملفين. لا الموضوعين صعبة، هذه شغل اقتصاديات وهذا شغل جهات سياسية. حتى يجوز أكو أوامر من خارج العراق إنه هذه المناطق ما يرجعوا لها. بس أيضا يعني نسمع إلى أنه هذه المناطق أيضا بها اقتصاديات ويتم استثمارها وزراعتها ببعض الممنوعات وما إلى ذلك، هذا اللي نسمعه. احنا استاذ علي نتمنى ان تكون بها اقتصاديات، اللي بها ادها وامر من الاقتصاديات. يعني مثل ما انت سامع وانا سامع شنو اللي قاعد يصير بهذه المناطق. هذه المناطق يعني صايره في منطقه بعيده كل البعد عن الدوله، يعني اليوم ما تقدر باعلى درجه، يعني منو بالدوله اعلى مسؤول بالدوله صعب يدخل هذه المنطقه. طيب. هذه المنطقه يعني يقول لك هذا حدك وما